وبعدين يا كبير، ده احنا بقالنا فوق الساعة قاعدين بنتمشى وما شفتش لحد دلوقتي أي حاجة ليها دعوة بالمهرجان. مهرجان إيه؟ ما احنا لا مؤاخذة للمهرجين المهرجان. احنا اللي عاملينه. أنا قلت يعني تاخدي فكرة عن المعالم السياحية في المدينة. دي جمالات من أهم المعالم السياحية، عمرها دلوقت اللهم صل على النبي يجي 200 سنة. بس عندك حق على فكرة، حاجتها تحفة. تحفة إيه؟ ما قصديش على الحاجات دي، أنا قصدي عليها هي شخصياً، مش مجاز. هيئة الآثار لما شمت خبر بعتت لجنة وقعدوا شافوها وقيموها وودوها نظام سيريال نمبر وسموها الجمالتيتي. راسها براس مع نفرتيتي. هم فين؟ فين ولدت؟ الحاجة كبير نسيبها وحطت على دماغنا. نسيبها نمثل ياها فين؟ نسيبها 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 وحطت على دماغنا. هو يا فلات يا فلات يا اوفر في النص يعني. الحاجة كبير نسيبها وحطت على دماغنا. واه ايه هي المصيبة؟ شوف مين اللي رجع البلد تاني. اشوف فيها. ده الشرير قوي يحدف عليهم لعنات. مين هو الشرير قوي ده؟ ده أخطر مجرم في الصعيد كلها. الأطفال كلها اتولدت عادي، لكن ده اتولد قيصري، ناب أزرق، قلب أسود، وعنيه عنيه عسلي فاتح. ما إيه عسلي فاتح؟ ما إيه عسلي فاتح؟ ما إيه هني سلام عليه عسلي فاتح؟ ما لا جاي ينتقم مننا. أنا خايف منه ويسرقنا وينهبنا وينهشنا ويقتلنا. كل ده؟ لا لا طبعا يا كبير، يعني هو مش هيعمل كل ده. هيعمل كل ده؟ سلام عليكم يا رجاله، انا جاي انتقم منكم واسرقكم وانهبكم وانهشكم واقتلكم. واقتلكم. ده هيعمل كل ده وبنفس الترتيب كده؟ شفتي قلت لك حافظين. حافظين ايه؟ حافظين اسلوبه. حافظين اسلوبك. طب ما تعمل حاجه يا كبير، كلموا البوليس. ما تلحقوش تطلبوا البوليس، انا اوعر من عتريس. انا كل حاجه في حياتكم يا مزرطه، روحكم نفسها ملك إشارة من يدي. يا ترى مين اللي هينجدنا؟ جاي استنى عندك يا شرير قوي. ضربوا المثل بيا وبشجاعتي أنا مفضوح، من كتر ضرب المثل جالي المثل مبطوح. حد ينزلني. اركنوا، ما تعملوش بفوطة زفر عشان البن بيجير. هو حصان فيرنا. ايه ده؟ ده الفارس الغير عادي اللي فادي. ايوه انا العنادي بطبع الطبع والتقدير، انا السبع اللي طبخ الطبخة بالمجادير، ولو خيروني بين اليوستفندي والبرتكان اختار البرتكان مع انه اصعب في التكشير. بس اطعم. بس اصعب. هو فاكهني؟ المفروض فارس، يعني المفروض فارس هو يعني مدي على سندباد، ولا تعرفيه شغال في قرية تانية ينزل بالسلطات ولا ايه؟ ما بس عايزك تطمني ان شاء الله يعني انجدنا. لا انا مش علينا خالص اصلا. انجدنا طبعا هنجدكم. ما لو هودي فين الشجاعة المفرطة اللي عندي؟ وعاك يا وقت تكون فاكر انك جاي هنا تنهش وتقتل وتنهب وتسرق من غير ما حد يوقف؟ البلد لسه فيها رجاله شجعان. سمعان يا منمن؟ منمن؟ لا ما هو ساعدني فلرت. ما تقلقيش، عقبال ما تشرب الهوت شوكليت بتاعك اكون خلصت عليه. يبقى نتبرزوا عشان نختبروا شداته. الله ينور عليك، وعشان الشمس بتروح مني. نتبرزوا كيف؟ هبرزك بسلاحك الشعر. القي. ليه؟ انا المأذي وما عاوزش اكون مؤذي، لكن لو هتأذي هذي. الله زدنا وسقنا. انا البابا ودي على بس خلاص. في ايه؟ اهدي. المبارزه الكلاميه دي تخلص في خيمه رمضانيه وقهوه شامبليون ومعانا عواد عراقي وقدامنا طبق سلطه فروت، لكن ايه اللي بتعملوه ده؟ انا عاوز مبارزه بالسيوف. بالسيوف. بالسيوف؟ اذا هي الحرب. بس الدنيا حرب. يا رب فك الكرب. حرب؟ حد معاه حربه؟ واه انا المتني، لكن لهوتني هاتني. ما بس يا دتي، ما بس
How many cousins have you killed? How many brothers and husbands and sons? You're still my enemy, but even enemy, show respect. Alfredo, you broke my heart. Already broken. ده تريلر يا ولدي. استغفر الله العظيم. خش في الموضوع ما تخافيش اطمني. لا أنا مش خايفة خالص أنا مستمتعة. خش في الحرب. خلي بالك يا شريكة. أنت بتشجع غلط. أبا بابا. ما تخافيش اطمن. انا ما هقتلكش بالسيف، هقتلك بيدي. لا يدك مش نظيفة. انا هاخد قلبك. انا هاخد قلبك. لا هاخد قلبك بيدي. انت ممكن تاخد قلبي لكن جسدي لا. لا هاخد قلبك وهاخد جسدك. ما تبقاش طماع. بس بس ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه الهمجيه دي؟ همجيه؟ امال عاوزاني اعمل له ايه؟ احدف بالبوب كورن؟ ما ينفعش ان احنا نقابل العنف بالعنف. محتاجين ان احنا نتكلم معاه، نفهم هو ليه بقى شرير كده، يمكن ده ممكن يساعده. صح والله يا فنانه، عندك حق، انا لو حد اتكلم معايا استحاله كنت اوصل للحاله دي. بتكبس لي ليه يا كبير؟ صبت. شفت؟ شفت يا همجي يا مفتري؟ كلامك مش معايا، اتكلمي مع الكبير، انا ما بحبش انا شغل التربيه الحديثه دي. تعالى معايا، انا عايزه اتكلم معاك، احكي لي عن كل الترومز اللي حصلت لك في حياتك اللي خليتك ان انت تبقى شرير كده. اقول لك كل الترومزات؟ الحكايه بدات لما امي جفشتني وانا بغرج الكتاكيت عشان باكل الوكل بتاعها، فقالت لي يا انت يا الكتاكيت في البيت. يا نهار ابيض. شايف؟ بشويه صلبطه سحبها كيف السكينه في الحلاوه. بس انت قلت انها بتحب الشجاعه. بس يا بس طلعت عيل فقر. ها حظك ها؟ طلعت من بتوع الفيجيتيريان وحقوق الانسان وحقوق الحيوان والله العظيم مش بعيد ترجع بهدرس مديله تطعيم سماني وبرفو وحط له بتاع الصفرة في ودنه كيف الكلاب اللي حوالين الحصري. بس ايه ده بتحب الوفاء ما بتحبش الشجاعه؟ وانت بتسمي الهبل اللي عملته ده شجاعه؟ امال ايه؟ مرجعه. مرجعه؟ بقول لك ايه، قسما بالله انا ماسك نفسي بالعافيه، انا مناخيري بتاكلني خلقه. يعني ايه؟ يعني اشفط السوق. لا ما قصديش على ده. يعني ايه؟ انا جبت القماش خلاص. اقول لسنيه توقف خيار؟ محروق ابوك يا ابو سنيه، لسه هتقول لسنيه تاني. فيو مشاهده اكثر بحث اقل.